المستحقات المالية، هل سيتم إيقاف القيد؟ هل هناك أسئلة كثيرة في هذا الاتجاه. ثم أختتم بحوار مع الناقد الرياضي الأستاذ أحمد عبد اللطيف، وهو ناقد رياضي بجريدة العالم اليوم الكويتي. الحقيقة لازم نبدأ أول خبر عندنا، وهو مباراة فيتا كلوب إن شاء الله اللي هيصل يوم الجمعة بإذن الله، وسيكون اللقاء يوم الأحد باستاد الإسكندرية الساعة 8:30 مساء، مش 9:30، المباراة الساعة 8:30 مساء. السؤال الذي يلح الآن موقف الجماهير، هل هناك حضور جماهيري؟ هل هناك دعوات؟ هل تم مخاطبة الداخلية في هذا الشأن؟ ما هو الأمر؟ سيادة المستشار مرتضى منصور، مساء الأنوار. مرتضى بيه؟ أيوه مع ايوه مرتضى بيه، مساء الخير. مساء الخير يا مدحت، اهلا بيك. اهلا وسهلا، اهلا بيك. انا لسه طالع من الاستوديو. الهوا طلعت هوا ولا لسه؟ انا على الهوا. طيب انا لسه، انا من عندي معتز عشان الناس تزهق مني، انا كنت مع معتز. والله اوكي، يعني خلينا نقول احنا برضو جمهورنا مختلف شويه عن التوك طبعًا شو. طبعا انا تحت امرك يا ربنا يخليك. هو السؤال الاول يا مرتضى بيه فيما يتعلق بالجماهير يوم الاحد القادم، هل تم الاتفاق على امر ما ولا لسه؟ والله العظيم انا محرج اكلم وزير الداخليه في موضوع الجماهير. انا يعني انا خجلان اقول له. تخيل. اصل هيقول لي شوف الاهلي دخلوا النادي عندك وعملوا ايه وعملوا ايه وعملوا ايه. يعني شوف جماهير الاتحاد السكندري المحترمه، يا سلام يا سلام، وبعدين جماهير الزمالك محترمه وراقيه. تمام، بس البلطجيه بقى عاملين بيان النهارده. وبقول تاني، انا لسه النهارده كان الاخ خالد منصور عامل لي مداخله مع الاخ معتز المرداش. نعم. زعلان لان احنا خدنا قرار في مجلس اداره، اي اعلامي سواء مذيع او جورنال هيتعامل مع البلطجيه دول وبياناتهم احنا هنقطعه. نعم. ده بسيط جدا، دي مش معركتي لوحدي، دي معركتي ومعركتك ومعركه مصر ومعركه الاعلام ومعركه الشرطه ومعركه القضاء. العيال دي دول الفاسدين في الارض. مش ممكن النهارده حضرتك انت بتكلم رئيس نادي الزمالك يقول لك وقائع محدده، والنائب العام المحترم النهارده النيابه اصدرت امر، طبعا كان في امر ضبط احضار، مسكوا ثلاثه اتحبسوا النهارده، خدوا اربع ايام. طبيعي طبيعي. وقبضوا على الراجل صاحب شركه اللبسات والسواقين اللي نقلوا البلطجيه. نعم. تمام؟ نعم. مش ممكن يبقى القضاء شغال والنيابه شغاله والداخليه شغاله ويطلع مذيع يجيب عيل بلطجي مطلوب القبض عليه واتحبس النهارده، يعمل لهم دخله يقول لك اصل في حق الرد. حق الرد في ايه؟ حضرتك يعني واحد ضرب ضابط طلقه وقتله. خلاص اجيب المجرم بلطجي دوت اقول له انت ليك حق الرد؟ لا طبعا. ده ملوش رد عندي. نعم. فانا النهارده النيابه حبست الولاد البلطجيه المجرمين. اربعه من ال 12 يا مرتضى بيه؟ لا هم اصلا دلوقتي 16. 16 لان الداخليه جابت اسماء ثانيه، لان يعني مش معظم اللي دخلوا احنا عارفينه. نعم. عملت تحريات زي ما انا كنت بنتقد الداخليه النهارده بشكرها. الفريق البحث اللي شغال جاب ولاد احنا ما كناش نعرف اسمائهم. غير كورزيلا وبحر وشبرا وطارق مساكن والصيع البلطجيه دول. تمام؟ وهي قصادي معركه بقى، يا يبقى في جماهير ورياضه يا الناس كلها تروح. لا احنا لا لابد، لا احنا يمكن قدرنا كذا يوم بنتكلم في هذا الاطار، واحنا هنا لا نجامل احد على حساب احد، الامر يتعلق بامن هذا الوطن. لابد من الانضباط، ولابد من احنا كمان من حق الجماهير المحبه انها تحضر المباريات. بالظبط كده. ده وضع طبيعي يا استاذ مدحت. استاذ مدحت، نعم. لما دخلت انا بقول لحضرتك الولاد في بتاع في ماتش مازيمبي اللي فات كان في دعوه اديتها للمجموعه من الالتراس. بالظبط. في اول محترمين. أوي. تمام بالظبط. هددوهم بالاكل، البلطجيه ال 100 دول هددوهم بالاكل. مش دول هم يعني شغل ده اجرام، ده عيال مجرمه. وبعدين الغرز اللي عاملينها في ال 50 اللي جنب حي العجوزه اللي بيه رئيس الحي سايبهم، واخد بالك؟ بانجو وترامادول والفندي اللي فتح الفرسان في احمد قرابي لتجمعات البلطجيه. واخد بالك؟ انا كلامي واضح، انا داخل معركه مش لوحدي. ربنا طبعا معايا، جماهير المحترمه معانا، الاعلام المستنير، واخد بالك؟ الاب والام في البيت، الجمهور العادي ليه دور طبعا، نقاوم الولاد دول. صحيح صحيح. احنا هنقعد خايفين من شويه عيال لابسين بامبرز، واخد بالك؟ وبعدين اتنين مكالمه تليفونيه متسجله النهارده. خلاص، تهديد بلاك.
اصحاب التليفونات مع روح خلاص تعرف. نعم نعم. لكن النائب العام في دوله قانون يا استاذ مدحت. لا لا لابد 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 من تطبيق القانون لا شك في هذا حتى تستقر الامور. وهو انا بدافع عن حريه الملايين اللي من حقهم يستمتعوا بكره القدم. طيب بما يعني انه مباراه الاحد حتى هذه اللحظه بدون جمهور. اتمنى زي الماتش اللي فات يبقى فيه 2000 3000 واحد على الاقل. وجمهور الاتحاد السكندري المحترم ادى نموذج محترم في المهويه. واخد بالك؟ نعم. انا بتمنى بس انا بقول لك انا محرج وغلوها. انت محرج. طب هقول لحضرتك يا مرتضى بيه، حضرتك الماتش اللي فات انت عملت دعوات. بالظبط. اتصور استعد بدعوات والعدد في المحدود، وكل واحد بياخد دعوة معروفة بالنسبة لحضرتك مين ببطاقته الشخصية. وأنا معلوماتي فيما يتعلق بمديرية أمن اسكندرية أنه هناك طوق وسياج حديدي ولن يدخل مخلوق على الإطلاق دون أن يكون له حق الدخول بشكل أو بآخر. فرتب حضرتك الأمر ده ومجموعات الناشئين والكلام ده. أنا الصايع دي طلع بيان دلوقتي. نعم. للأسف بعض الإعلاميين بيزعقوه يقول لك هنخش غصب عن التخين. طب قرب من استاد اسكندرية. لا 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 أنا بقول لهم من دلوقتي لا تغامروا هذه المغامرة غير المحسوبة. أنا بقول لهم من عندي هنا. قرب من بوابة نادي الزمالك. نعم. لو راجل جرب قرب كده تاني. لو أنت راجل قرب تاني. نعم. قرب من بيتي زي ما جيت أول امبارح. قرب. خلاص يا بيه، كل واحد عمل حسابه وكل واحد عمل احتياطاته. نعم. لن أسمح بالبلطجة مرة أخرى. طيب. عايز الآلاف من الجماهير في كل أنحاء مصر. نعم. يحضر المباريات، تستمتع بالمباريات، مش تستمتع بقلة الأدب والسفالة. طيب عايز أقول حاجة في المنطقة دي يا مرتضى بيه. اتفضل. الإسكندرية في شباب من قيادات روابط الجماهير في اسكندريه، شباب محترم، يعني مش عايز اقول ان كل القيادات من النوعيه اللي بتقتحم والكلام ده، في من القيادات هم عندهم مجموعه قيادات، في منهم ناس كويسه. واسكندريه عملوا تنسيق مع الشباب القيادات الكويسين وهم اللي سيطروا على المدرجات تماما. معرفش بشكل او باخر لو في اتصال بالناس الكويسه المحترمه ويتم التنسيق معاها، اتصور ممكن احنا كده بنحيد السيئين برانا وبنحط ايدينا في ايدين الكويسين. مش عارف راي حضرتك ايه. انا هنلبس اولا، انا ما عنديش معركه مع الالتراس، انا عندي معركه مع البلطجيه. ايوه. ان في شباب كتير في الالتراس محترم وابن ناس ومتربي. بالظبط. ودول لما بيقولوا عيب اللي بيعملوه ده بيضربوهم. تمام. انا قابلت مجموعه منهم في الماتش اللي فات. كويس. ولا في مجموعه كبيره من القاهره اديتهم دعوه ودخلوا. ايوه. مجموعه من اللي انت قلت عليهم في اسكندريه قابلوني وقعدتهم يخشوا الماتش اللي جاي. ممتاز. انا بدعيهم يقول ان شاء الله بامر الله بكره النادي. ايوه. عشان ننسق مع بعض. ايوه. تم التنسيق على الاقل الشباب الجميل المحترم ده ياخد له 2000 دعوه. نعم. يخش بيها على 2000 موجودين هنا من القاهره. يبقى الاستاد منور بالمحترمين. بالمحترم. اي عيل صايع هيقرب من الاستاد قوموا تيجي تستلموا بقى. ان شاء الله بنزلهم. لا 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 مش هيحصل الكلام ده على الاطلاق، واذا ده حصل لازم حضرتك بس تاخد الاول موافقه الداخليه عشان يبقى الامور كلها ماشيه. ما انا بقول لك انا بصراحه كل ما اجي محرج. امبارح بنتكلم امبارح في البلطجيه دول قدام السيد رئيس الجمهوريه وده تعليمات واضحه وصريحه التعامل بكل حسم وحزم في تطبيق القانون وامر ضبط الاحضار. تمام. مشكور يعني. طيب بالك. انا احرجت اقول له عايز ادخل جمهور. طيب هو دلوقتي انت حك وجهت دعوه امام الملايين وفي الشباب المحترم هيقول ونسق معاهم الاول بكره مرتضى بيه بعد اذنك وبعد التنسيق ان شاء الله. يشرفوني بكره الساعه 2 او 3 في نادي الزمالك. كويس. ان شاء الله انسق معاهم وبعدين تعرض على الداخليه. وبعدين ابتدي اكلم الداخليه واطبع الدعاوي. ان شاء الله هذه الظاهره الاجراميه هتنتهي. انا بتكلم عن الاجراميه هتنتهي. الالتراس اولادنا وهندعم الروابط بتاعتهم، هندعم الواد المحترمين. بالظبط. انما البلطجيه لا مرفوض، مكانهم سجن اللومان. ده مرفوض. طيب بالنسبه لدلوقتي ويليام جيبور، انت حضرتك كنت دافع 2 مليون جنيه مصري لطلائع الجيش. ويليام جيبور خلاص راح ليوافي البرتغالي وانتهى الامر، وطلائع الجيش اخد المستحقات من النادي البرتغالي. موقفكوا ايه من المبلغ؟ ادي واحد. اتنين، كان في حوار عن اللاعب اسلام جمال، ايه الامر على بعضه بقى؟ لا انا طبعا هشتكي للاستاذ وزير الدفاع اللي حصل. لان دي مؤسسه عسكريه منضبطه محترمه. انا ما كنتش بشتري ايمن حفني لوحده، انا اشتريت ايمن ويليام ب 6 مليون جنيه. اه. واربع لعيبه ورضا عزم.
فمش ممكن اكون انا خدت ايمن حفني ب 15 مليون والا انا راجل عبيط. نعم واخد بالك. واحد ليس من حق نادي طلائع الجيش يبيع الولد لاي مكان لانه عامل معايا عقد وخد فلوسه وقبضها وصرفها وباعه لي انا، ما ينفعش. فالحصل ده انا مش هسكت عليه. وبعدين حضرتك ده انت رافض تديني احمد صبري ورافض تديني اسلام جمال ليه؟ هو حضرتك السيد وزير الدفاع يرضى باللي بيحصل ده؟ ما اعتقدش. يعني ما زال العرض قائم بالنسبه لاسلام جمال. يا فندم البيعه اللي تمت النهارده دي لنادي الزمالك يبيع ويشتري، لان حضرتك بعت لي يعني انا النهارده بقول لحضرتك تاني هاخد ايمن المفروض ويليام وايمن ب 6 مليون واربع لعيبه اديتهم لك. ده عزم تمام؟ تمام. يبقى دلوقتي انت مديني انا بايع لي ايمن ادي 6 مليون واربع لعيبه مليون ونص الواحد، يعني واخد ايمن ب 12 مليون ده انا اخش في السجن. يعني انت عرف السيد وفتح الله والكلام ده تم بيعهم للطلائع؟ لا اربع لعيبه من عندي من ناشئين. من ناشئين اوكي. طلبوهم بالاسم منهم ابن الكابتن ايمن منصور وابن الكابتن اسماعيل يوسف. طلبوهم بالاسم. اوكي. تمام؟ كلهم كانوا في الصفقه بتاعت وايمن. حضرتك النهارده اوعى تفتكر انك هتضحك عليا لان انا برضو مش مالي العام، مش مالي الخاص ده مال عام. حضرتك النهارده يبقى ايمن حفني 12 مليون. طيب خلينا ننتقل الى واقعيه الامر بقى. انا بقول لحضرتك من دلوقتي ويليام جيبور انتهى امره هو في البرتغال، لان الموضوع بقى مش هيعود لطلائع الجيش، طلائع الجيش خرج الموضوع من ايده. من باعه سيحاسب. اوكي نروح بقى دلوقتي المبلغ اللي مدفوع، هل هتتكلموا بقى بيه بالنسبه لاسلام جمال واحمد صبري؟ يا ريم انا دافع الاثنين. بص يا ريم انا دافع 2 مليون واربع لعيبه ورضا عزب، واخد بالك؟ يعني دلوقتي هرجع لي لعيبتي وال2 مليون وال450 بتوع رضا عزب. طب يعني انت تعتبر دلوقتي ليك ايه عند طلائع الجيش فلوس؟ طب انا اقول لك حاجه. انت بس تعرف التعاملات المحترمه. رضا عزب اتفق معايا. وكان بقى كان متباع لمين؟ لطلائع الجيش. مظبوط. انا ما اشتريتوش من الشرطه، انا اشتريته من مين؟ من طلائع الجيش. بالظبط. دفعت 450,000. بالظبط. هو حضرتك اقوى مني؟ هو حضرتك بتفهم عني؟ هو حضرتك عنتر وانا مش عنتر؟ لا مش هسمح بالكلام. تمام. جيت قلت لك فريد عزب معايا العقد بتاعه، قلت له يا حبيبي تعالى من فضلك انا ابيعهولك، واشتريته. واشتريته لان الاصول بتقول كده. نفس القصه لويليام. تقول له ايه؟ لا روح اشتريه من النادي اللي اشترى مني. بالظبط بالظبط زي ما حصل معاك. هوصلها لوزير الدفاع، هوصلها لرئيس الجمهوريه. لتسويه الامر المالي، لتسويه الامر المالي. لا عشان نتحاسب الاول. اوكي. زي حضرتك بعت اللاعب وتريحولي، ده انت بايع واحد مرتين. هو الحقيقه انا من حوالي خمس ايام انا طلعت القصه مش فلوس. انا طلعت مرتضى بيه من خمس ايام، قلت بالفعل ان هو طلع الجيش بما انه عمل عقد او باع او بعت استغنى للاعب لنادي الزمالك، صحيح ان لابد ان اللاعب يوقع عليه، ولكن هو التزام ادبي من مؤسسه كبيره. انا قلت كده الحقيقه يعني. لا مؤسسه مش كبيره، دي مؤسسه طبعًا منضبطه طبعًا محترمه طبعا طبعا. ما ينفعش المؤسسه بس دي. واضح ان اللاعب قال لهم انا واضح يا مرتضى بيه ان اللاعب قال لهم انا مش هلعب في الزمالك، واضح أنا كده. انا ما عنديش مشكله، انا ما عنديش مشكله. اللي عمل ده الولد وكيل شيكابالا. انا عارف طبعا. بالظبط. فبالتالي طلائع الجيش ما كانش عنده فرصه يعمل حاجه. يبقى طلائع الجيش يجي يقول له من فضلك. كان يعني يبقى في حوار زي ما رضا عزب تم بالظبط. قالوا له ايه؟ قالوا له روح اشتريه منين؟ من طلائع الجيش. بالظبط. اشتريته من طلائع الجيش. بالظبط. دي طيب. الاصول. انا بتفق معاه. طب بالنسبه لمعروف يوسف، هل فعلا هتبيعوه لنادي نجران السعودي؟ مين؟ معروف يوسف. لا بيه معروف يوسف هيوصل خلال 8 رئيس. خلاص ما يعني معاكم مش هيروح نجران ولا الكلام اللي احنا سمعناه. لا بيه راحت تأشيرة خلاص بتاعته. اوكي. عايز التأشيرة راحت له خلاص. راحت له عشان يجي. عشان يجي لانه كان عشان يجي تعرف عشان هو اجنبي عشان يدخل مصر. امن الدولة والامن الوطني. طيب يعني جملة أخيرة بعد إذنك يا مرتضى بيه، الزمالك متمسك بإسلام جمال؟ وأحمد صبري. وأحمد صبري، طيب. بالنسبه لميدو هل هو انت يعني لا ثانيه واحده بس اتفضل. هو انت قطه الجمل، القط بتاع الجمل واحنا الجمل بتاعت قطه قطك القطه بتاعت الجمل واحنا جملنا قطه. ولا وزير الدفاع استاذ وزير الدفاع المحترم هيقبل الكلام. ولا استاذ رئيس الجمهوريه اللي جاي من المؤسسه المحترمه دي هيقبل الكلام. تمام. حضرتك بعتهولي خلاص، حضرتك بعتهولي يا فندم. ولما جيت لي قلت لي احمد صبري، لا قلت لك خلاص
انت حر. بس برضو احقاقا للحق يا مرتضى بيه لازم نقول الجملة التانية، ان اللاعب قال انه مش هيلعب في الزمالك، بس انا بتفق ان لازم بقى بعديها كان يبقى فيه حوار مع نادي الزمالك قبل التصرف. انا لست زوج اخر من يعلم. انا بتفق في النقطه دي يعني. حضرتك ثروتك انقطعت باللاعب يا صلاح الجيش. ثروتك انقطعت تماما. حضرتك خدت مني الشيكات ومفيش حاجه موجهه. كان في استعجال من جانبهم. ثانيه واحده، وجبت بيها لعيبه جديده ومدرب اجنبي جديد. ايوه. لا ما ينفعش الكلام ده من صحيح. لازم المؤسسه المحترمه العريقه. لا مش هينفع الكلام ده. لا كان لازم يبقى في حوار. كان لازم يبقى في القيادات المحترمه هي اللي حصل ده. نعم. حضرتك كنت تاخد مني فلوسي علشان تشتري لعيبه جديده، وتاخد مني اربع لعيبه، وتاخد مني 450 مليون عزل، واخد بالك؟ وبعدين يرجع كل دول وتبيع لي لاعب تروح تبيعه انت تاني وتقول لي خد ال 2 مليون بتوعك. طب ده اسمه كلام. طيب نروح لاخر حاجه يا مرتضى بيه. الكابتن احمد حسام، هل هناك قرار صدر بتوليه مهمه الاشراف على قطاع الناشئين ولا لسه؟ باذن الله ان شاء الله احمد حسام مدير قطاع الناشئين، ومعاه الكابتن محمد صلاح مشرف فني، والكابتن محمود سعد، الكابتن محمود سعد مدير النشاط الرياضي، والدكتور الحماحمي هنستفيد بيه في مجلس الاداره. حضرتك قلت كلمه الكابتن اسماعيل يوسف اعتقد؟ نعم قلت يوسف ان شاء الله. قلت اسماعيل يوسف باذن الله ان شاء الله مدير مدرسه الكوره ان شاء الله. مدير مدرسه الكوره، مسؤول عن المدرسة كلها. والله اختيار كله رائع، وكلهم شخصيات محترمة وجميلة جدا يعني ان شاء الله. احنا بص النهارده اسأل حلمي طلال كان ليه فلوس في النادي. انا اللي طلبته قلت له تعالى ادي جزء وادي جزء ثاني. احنا مش اولا لا بناكل ولاد النادي واخد بالك، وفي نفس الوقت لا بناكل حقهم، واللي بيمشي ليه مكان محترم محتفظين له بيه. تمام 100 100 100 100. جهاز مشي بمنتهى الادب والاحترام. صحيح. تم تسليم وتسلم زي ما بيحصل في الجيش بالظبط. طيب قائد المنطقه المركزيه الجديد اتسلم من قائد المركزيه القديم بمنتهى الادب والاحترام والذوق. ده اللي احنا عاملينه. لجنه الانديه حضرتك لن تترشح للرئاسه. لو شريف حبيب نزل انا نزلت. طيب لو النادي الاهلي لن اترشح في حاله واحده. لو النادي الاهلي محمود طاهر رشح نفسه انا هتنزل له وهقول التصويت عالمي اول واحد تدي صوت للنادي. مشاعر طيبه وجميله. هو اعلن ان هو مش هيترشح على كل الاحوال يعني. كان واضح. هو امبارح قعد مع احمد مرتضى كان مندوبنا هناك. اتقابلوا بكل حب واحترام وتقدير وبسوا بعض وحضنوا بعض. لسه البوسه الكبيره انا وهو بقى ان شاء الله في مع لجنه الانديه واخد بالك، دي صفحه جديده مع النادي الاهلي. كان الاختلاف في وجهات النظر وانتهت القصه. هنبدا موسم كلنا ايدينا في ايدين بعض ان شاء الله. مشاكل الانديه كثيره، الجماهير والبث الفضائي والامن وكل المشاكل دي والاحتراف، هنحط ايدينا كلنا في ايدين بعض عشان يبقى موسم جاي ان شاء الله موسم محترم يليق برياضه مصر. طيب اخيرا مره ثانيه، احنا قلنا اربعه اخيرا يعني. بالنسبه لاشاره البث الفضائي، هل هناك اي حوار خاص مع رئيس الوزراء في هذا الشان، ولا هتمشي الامور كما هي موجوده في اتحاد الاذاعه والتلفزيون؟ رئيس الوزراء احلى بسات وزير الشباب اللي انا بشكره على الدعم اللي عمله صراحه لكل الانديه. خلي بالك انا رجعت 42 مليون انا رجعهم. دي حقيقه. خلي بالك دي حقيقه. عملت انذار للاتحاد الاذاعه والتلفزيون. دي حقيقه. عشان كده بقول اللي عايز ينزل رئيس لجنه انديه لازم يبقى عنده القدره انه يقدر يقابل رئيس وزراء ورئيس جمهوريه ووزير الكليه ووزير شباب ويرجع فلوس يعني يبقى كده. صحيح صحيح صحيح. مسؤوليه. فالقرار رئيس الوزراء واحنا قاعدين استاذ وزير الشباب ان الدوله ستتحمل قيمه اشاره البث فيما يتعلق بالقنوات المصريه. بشرط ان مفيش نادي يروح لوزير الشباب يقول له عايز مليم. خلاص الشركه الراعيه هتديك فلوسك. خلاص والمبالغ محترمه صرفناها في موعدها، ما تروحليش بقى لوزاره تاني، انا مسؤول عن اشاره البث. اشاره البث بس واضح ان ده لم يفعل لغايه دلوقتي يا مرتضى. يعني احنا لسه واخدين ماتش من يومين دافعين 5000 دولار. شوف اشاره البث كام بقى؟ 5000 دولار. 5000 دولار. الوزير قال كده حسبها قال لك 5000 دولار في 20 تقريبا فريق، قال لك 100000 دولار. مش عارف ضربهم، قال لك انا مسؤول ادفعهم من وزاره الشباب. الاخ رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون في ماتش الكاس الاخير النهائي طلب 30000 دولار اشاره بس. لا ده قرار وزير بالنسبه للقنوات العربيه. لا على فكره لكل القنوات اشاره البث. انت بتشتريها من التلفزيون المصري تديها لقناه خاصه لقناه عربيه مفيش مشكله. لا انا بقول لحضرتك القرار اللي موجود، القرار اللي موجود كده، قرار الوزير السابق وزير الاعلام السابق كده، القنوات العربيه 31000 دولار، القنوات المصريه 5000 دولار، هذا كان قرار وزير اعلام. لا هو اللي في القعده اللي حضر فيها الاخوه بتوع الاتحاد الاذاعه والتلفزيون
ولجنه الانديه كلها واستاذ مدير الشباب انه اداره البث اي اللي هياخدها الاتحاد بتاع التلفزيون بيبيعها ب $5,000. وبعدين لازم تبقى عارفين التلفزيون المصري ما فيش فرق بينه وبين القنوات الخاصه، ما فيش فرق بينه وبين دبي، ابو ظبي، السعوديه، خلاص ليه؟ الدنيا كلها بقى قريه صغيره. طيب خلينا ننتظر بقى قرار رئيس الوزراء في هذا الاتجاه يعني. عموما بنتمنى كل التوفيق بقى ان شاء الله للزمالك يوم الحد يا رب ويعبر فيتا كلوب ويبقى عندنا الامل ان شاء الله. بطلب اخيرا من لجنه الانديه، انا استاذنت النهارده قلت العميد ثروت يا ريت تتاجل 24 ساعه من الجيل الثلاثه عشان احضر، عشان انت عارف الماتش هيخلص حوالي 12 بالليل يوم الاحد، عشان الحق اتي يوم الاثنين الثلاثة احضر معاهم باذن الله ان شاء الله. القرارات الحلوه باذن الله ان شاء الله. بالتوفيق يا مرتضى بيه، اشكر حضرتك شكرا جزيلا.